بلغني أيها الملك السعيد. من هنا تبدأ الحكاية التي ترويها شهرزاد كل ليلة لزوجها الملك شهريار. حكايات من الخيال والتراث تعلقت معها القلوب لسنوات طويلة خلال شهر رمضان، ويعد الكاتب والشاعر الغنائي عبد السلام أمين واحداً من أهم صناع ألف ليلة وليلة، هذه الملحمة الدرامية التي ارتبط الجمهور بكلمات أغانيها واستعراضاتها وجميع عناصرها الفنية. عبد السلام أمين هو واحد من أهم وأشهر المؤلفين والشعراء في مصر والعالم العربي. اشتهر عبد السلام أمين بكتابة الفوازير التلفزيونية، وحقق نجاحاً كبيراً في وضع الفزورة داخل سياق درامي، وذلك بقيادة مايسترو الفوازير المخرج الكبير فهمي عبد الحميد. قدم عبد السلام أمين وفهمي عبد الحميد أمتع وأجمل حكايات ألف ليلة وليلة في رمضان، من بينها فوازير ألف ليلة وليلة عروس البحور عام 1985 لشريهان، وألف ليلة وليلة وردشان وماندو، ثم ألف ليلة وليلة الثلاث بنات كريمة وحليمة وفطيمة. ولم تقف رحلة عبد السلام أمين مع حكايات ألف ليلة وليلة عند هذا الحد، بل قدم أيضاً ألف ليلة وليلة ذات الخال عام 1998، وألف ليلة وليلة ضوء المكان وبدر التمام في عام 2000. رحل الكاتب والشاعر الغنائي عبد السلام أمين عن عالمنا في 11 من فبراير عام 2001، تاركاً اسماً فنياً متربعاً على عرش فن الكتابة ما بين الفوازير والدراما والغناء.